الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. آخر ما تحدثنا عنه كان حديثنا عن حجة الوداع التي وقعت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية المباركة الشريفة، وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها في أواخر ذي الحجة. وهذا صحيح، لأن الحج أيامه معروفة ومعلومة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في يوم الرابع من ذي الحجة، وقد خرج من المدينة لخمس بقين منها، وخرج من مكة بعد حجة الوداع المباركة وقد رجع إلى المدينة. نحن الآن كما يسمي ذلك بعض كتاب السيرة مع طلائع الوداع، حيث انتهت السنة العاشرة من الهجرة النبوية فلم يفعل شيء لأنه وصل المدينة في آخرها أي في ذي الحجة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم السنة الحادية عشر من الهجرة المباركة، وهي آخر سنة في حياته المباركة الطويلة الحافلة بالخير والهدى والنور. في صفر عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء، وكان هذا اللواء وهذه السرية غريبة من نوعها على غير المعتاد، وغير المعتاد فيها أنه صلى الله عليه وسلم جمع لها كبار المهاجرين والأنصار، فبلغوا 3000، وندب إليها من يسكنون حول المدينة، وأمر عليهم أسامة بن زيد. وهذا هو الغريب، والصواب أن هذا الجيش فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار المهاجرين، وفيه كبار الأنصار، وهذا الجيش يسمى ببعث أسامة، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. طبعا أسامة أمه أم أيمن بركة الحبشية التي كانت حاضنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في أيامها الأولى مع أمه، حاضنته، وكانت سوداء لأنها من الحبشة، فزوجها وهي مولاته. وبالمناسبة في مسألة مهمة جدا، كان للنبي صلى الله عليه وسلم موالي أرقاء من الذكور والإناث بلغوا 20، أعتقهم جميعا، ولكنهم يقولون مواليه شرفا، يعني لما يقولوا موالي النبي عليه الصلاة والسلام أرقاؤه شرفا، ولكنه لما انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يكن في يده واحد من الرجال أو النساء من الموالي. ولكن الزول لو قال له أنت كنت من موالي الرسول وأرقاء بقول شنو؟ ها؟ بقول شنو؟ بقول وأنعم، وأنعم، يقول آي بملء فيه. فأسامة أمه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه من الموالي، لأن أباه في أصله من الأحرار، وكان أبيض اللون، فكان قد أسر في غارة من غارات العرب ما بعضها، وبيع في مكة، ووصل إلى خديجة عن طريق حكيم ابن حزام عمها أو ابن عمها، فأهداها لخديجة، وخديجة أهدته النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وجعله ولدا له، وكان يسمى بزيد بن محمد. فلما نزل قوله تعالى في الأحزاب وأبطل التبني ودعوهم لآبائهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فصار زيد بن حارثة. فزيد كان أبيض وأسامة أسود لأمه. فمر من المرات
كان أسامة يقف بجانب والده، فجاء رجل من عيافة العربي الذين يعرفون بالأرجل، الذين يعرفون بالأثر. العرب ذي خطرين جدا، شفت عندهم ذكاء عجيب، وقد رأيت هذا في البادية، في بادية السودان. عندنا الواحد يكون عنده مراح بتاع إبل فيه 100 ناقة، يعرف يعاين الأثر، يقول لك دي أثر الناقة الفلانية ودي أثر الناقة الفلانية، يميز أي ناقة مديها اسم، يشوف أثر في الواطة يعرفه. فجاء نظر إلى القدمين، قال هذه الأرجل بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا، قال هذه الأرجل شنو بعضها من بعض. فأسامة جهز النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الجيش. في بعض الناس احتجوا لأن أسامة رضي الله تعالى عنه كان ابن 18 سنة، كان ابن 18 سنة، عمره 18 سنة، هو أمير الجيش. فطعن الناس في إمرته، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، إن تطعنون في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، لما أخرجه في موتة وجعل اللواء إليه أولا، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فقدمه على جعفر، فقال إن تطعنون في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، إن كان خليقا للإمارة. والله أسامة لقاه، والله قال وإن كان خليقا للإمارة قدرها وبشبهها، وإن كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي بعده، يعني بعد أبيه، وإن كان لمن أحب الناس إلي. يا أخي لكن بس ما عندنا كلمة إلا نقول هنيئا لأسامة، بس شيء عجيب. المهم أرسل هذا الجيش وقال له، قال يا أسامة أنزل بخيلك على تخوم البلقاء. البلقاء منطقة في الشام، أقرب المناطق إليها فلسطين، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول إلى تخوم البلقاء، ويقصد منطقة تسمى الداروم، الداروم، وهي فلسطين وما حولها، وذلك إرهابا للروم. طيب طبعا والد أسامة قتل في موتة مع الروم، فكأن هذا فيه تعيين أسامة لأنه صاحب ثأر وصاحب حمية وصاحب دافع للقتال. ولكن هذا الجيش لما وصل الجرف في المدينة سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فعسكر، عمل شنو؟ عسكر كل الصحابة فيه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأميرهم أسامة ابن 18 سنة. والله يا أخي زول لما يسمع كلام زي ده يقول بالله نحن شباب حقنا نقع البحر، نحن حقنا نقع البحر، شباب شباب شنو يا أخي؟ شباب شايل أعلام الكورة، غلب إسرائيل يعني ولا غلب من؟ يا أخي لما تشوف الكلام ده يجيبه لك، ولقد كان المدرب موفقا، موفقا مين؟ جاب اسمه ما عارف ذاته، ألماني ولا تركي ولا شنو ما عارف، جاب لك اسمه، قال عمل تبديلا في الشوط الثاني الدقيقة. يا أخي نحن فاضيين يا أخي، دقيقة شنو؟ 18 سنة يقود الجيوش يا أخي، تقول لي دقيقة يا أخي، دقيقة شنو؟ كويس. وأما فلان الفلاني في الدفاع فقد كان نجم المباراة، كان صخرة تكسرت عندها جميع شنو كده ما عارف الهجوم. والله ما عندكم شغلة، أقسمت بربي ما عندكم موضوع، صخرة شنو وهجوم شنو يا أخي؟ قلت حاجة عجيبة خلاص. الليلة سمعتها في كلامنا في الراديو، وجابوا زول بيتكلم، والله بينفعل انفعال الزول ده، تقول الموضوع ما أخذ جد، والله ما أخذنا الموضوع بجد، قلت حاجة عجيبة خلاص. المهم
نزل أسامة بالجرف وما تحرك الجيش، لأنه صلى الله عليه وسلم مرض بعد تجهيز هذا الجيش بيومين، وبقي صلى الله عليه وسلم في مرضه 12 يوما، ومنها انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. يستفاد من سرية أسامة التي جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر أنفذها، حتى أن أبا بكر أنفذها في ظروف بالغة التعقيد، يعني الرسول أنفذ في ظروف المدينة فيها مستقرة والبلد مستقرة. بموته عليه الصلاة والسلام ارتدت العرب وطمعت اليهود والنصارى في المدينة، في المدينة في دار الخلافة وفي حاضرة الإسلام وعاصمة الإيمان، قصدوها وأرادوها وارتد الناس من حولهم، فقالوا لأبي بكر لا تنفذ جيش أسامة، نحن نحتاج الجيش للدفاع عن المدينة. قال أما وإن المدينة لو تخطفتها الكلاب والسباع لأنفذن جيش أسامة. بلا راجل ولا ما راجل، جيش أسامة. قال يا عمر أتريدني أن أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أخي إن رسول الله عقده من أجل أن يخوف الناس، أما نحن فإنا خائفون في المدينة. قال يا عمر لا يحدثنني ويكلمنني أحد في جيش أسامة. زول يتكلم معي ما في. وكان لجيش أسامة بعد الله الأثر الكبير في نصر الإسلام والمسلمين، ماذاك إلا لما الجيش لما خرج خافت العرب وخافت القبائل، قالوا المدينة قوية وفيها جيش عظيم، لولا ذلك لما أنفذوا جيش أسامة. وما مر جيش أسامة بقوم من العرب الذين ارتدوا إلا أدبهم وزجرهم، فكان أبو بكر الصديق موفقا رضي الله تعالى عنه. طيب يستفاد من سرية أسامة 4 فوائد. الفائدة الأولى تحطيم مقاييس الجاهلية كلها. أسامة من الموالي أما وأبا، وأسامة صغير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر الجاهلية وأن يحطم قوانينها ومقاييسها ويجعل الأمر للإسلام. وهذه هي معركة النبي صلى الله عليه وسلم الأصيلة، وما قاد الحروب والقتال والسرايا والبعوث وما خاض الغزوات إلا لإثبات دعائم الحق وتطهير القلوب وتحرير العقول. ولذلك قلنا في الدرس الماضي أن المبارك فوري رحمه الله قال كانت معركته صلى الله عليه وسلم هي معركة الضمير الإنساني، بناؤه وتحريره وتقويمه، هذه هي معركته، لم تكن معركته مع بشر يخوضها فقط من أجل المغنم أو من أجل التخويف أو من أجل تقتيل الناس وإرهابهم وإرعابهم، إنما كانت هي معركة الضمير الحي. وقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في عقدين من الزمان، لا أن يملك البقاع والبلاد، استطاع أن يحرر العقول وأن يكسب القلوب، وهذا هو النجاح الحقيقي، يحرر عقول الناس من الشرك. أصعب شيء مش أنا ممكن أكسر الصنم، لكن الناس الصنم ده جواهم لسه قاعد ويعبدوا، كسر الأصنام في قلوبهم. وأفضل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الدولة أنه أقام الدولة على الألوهية الخالصة لله، قامت الدولة على توحيد الله وعبادته وأنه لا رب سواه ولا إله غيره. هدم الطاغوت وكسر الأوثان وحطم الوثنية ودمر الأصنام وحرر الإنسان صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن يرضى الكبار بإمرة أسامة إنما يدل على تجردهم وعلى نقاء قلوبهم، وأنهم لا يريدون إلا دينا لا دنيا ولا منصب. قال لهم يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي ذين الكبار، أسامة ده قائدكم، يا أبو هريرة يا أبو موسى يا أبا عبيدة يا عبد الرحمن يا الزبير، كلهم قائدهم أسامة ورضوا، وما قالوا هو 200 وكبر 200 وكذا أخر شوية، وما قالوا. فيه دلالة
على عظم نفوس الصحابة. ثالثا أعظم فائدة فسح المجالات لكفاءات الشباب. وليت الجماعات الإسلامية والكيانات والأحزاب والمنظمات والجمعيات العاملة للإسلام والمسلمين في حقل الدعوة تعي أن قضية الأمة ليست قضية مناصب، وما احتقان الشباب في الجماعات وعدم وجود فرصة مع الكبار وانفجار ذلك عبر انشقاقات وانقسامات إلا دليل على أن الأمة لم تفسح المجال للشباب الناضج النير من أجل أن يأخذ مقعده أيضا في القيادة، لا ليقود فقط من أجل القيادة، لكن ليبرز مواهبه وليظهر كفاءته وليمارس حقه في خدمة هذا الدين. رابعا في ذلك فضيلة لأسامة لا تخفى. أي والله يا أخي، قال له إن كان لخليقا للإمارة، وقال وإن كان لمن أحب الناس إلي بعده، يعني بعد أبيه، يعني قال له أنا بحبه وبحب أبوه. يا سلام، والله لا أملك إلا أن أقول هنيئا لأسامة ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ثقة إخواننا، جيش عديل، جيش 3000، يا أخي صلى الله خرج بدر ب 300، في أحد 1000، الصحابة 1000، انخزل ثلثهم، بقي معه 700، أسامة يقود جيشا فيه 3000. والله هنيئا له هذه الثقة. يا سلام، أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة ده عجيب يا أخي، أسامة يأتي وهو طفل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي فمه ما في فم الأطفال، كويس من الطفال، وفي أنفه ما في أنف الأطفال من المخاط، فيأتي فيقول يا عائشة عليك بأسامة، فتتعفف أو تعاف، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه في حجره وينظف له أنفه ويمسح له وجهه. يقول يا عائشة لو كان أسامة جارية لزينتها. قال لو كان جارية كنت ضفرت له وعملت له شريط وعملت له حاجات. يا أخي يحبه جدا كان عليه الصلاة والسلام. والله لكن والله أسامة ده حصل. طيب نقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم منذ عودته من الحج، ولكن باشره المرض حقيقة لليال بقين من ربيع، يعني قبل ربيع يوم بيوم أو بيومين قبل أن يدخل شهر ربيع في أواخر صفر، لأن قلنا عقد وجهز جيش من؟ جيش أسامة، وبعد تجهيز الجيش وقد تأخر الجيش للتعليمات يومين، فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الجيش لأجل أن يشفى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يأخذ التعليمات والتوجيهات. أول شكواه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من مولاه أبو مويهبة، طلب منه أن يخرج معه إلى البقيع في ليلة من ليالي عائشة. قال يا أبا مويهبة، إن الله أمرني أن أستغفر لأهل البقيع، فخرج معه إلى بقيع الغرقد ومشى معه بالليل، فدخل عليهم وسلم ودعا لهم، وفي طريق العودة قال يا أبا مويهبة، إن الله خيرني أن يعطيني خزائن الدنيا والخلد، ما يموت أصلا، والجنة ومعها الجنة، وبين لقائه والجنة. قال أبا مويهبة اختر الخلد والجنة يا رسول الله، قال ولكني اخترت لقاءه والجنة. عجيب والله. ثم في تلك الأيام صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يشتد به المرض، صعد المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. لما بكى قال الصحابة عجبنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن عبد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فما الذي يبكي أبا بكر؟ قال ابن عباس قال وكأن رسول الله ينعي نفسه للناس، وكان أبو بكر، والله أبو بكر إذا فاهم،
وكان أبو بكر أفهمنا فقال له فداك نفسي يا رسول الله. لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إن من أمن الناس علي بماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. وأبو بكر يبكي والصحابة سكوت. لما رجع من البقيع دخل على عائشة فوجدها تقول ورأساه، يعني عندي صداع، فقال لها بل أنا ورأساه. فبدأ عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كل يوم في ليلة وقد تتام عليه المرض واشتد، وهو في بيت ميمونة بلغ به المرض ما بلغ، فدعا جميع نسائه واستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. قال لهم شوف المرض استدبه كيف، قال لهم لو سمحتوا ممكن تتنازلوا أكون في بيت عائشة، دي حقوق، هذه حقوق عظيمة. فاستأذن عليه الصلاة والسلام ليمرض في بيت عائشة فأذن له، فجاء به في بيت عائشة يحمله رجلان وقد تعلق بأكتافهما وقدماه لا تحملاه، حتى دخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. استغرق في بيت عائشة 10 أيام حتى توفاه الله. طيب هذه الأيام كالآتي: كانت عائشة رضي الله عنها إذا اشتد به المرض تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها المعوذتين والأدعية التي حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفث فيها وتمسح بيده على بقية جسمه رجاء بركتها. في يوم من هذه الأيام زادت الحمى جدا وارتفعت حرارة جسمه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا عليه 7 قرب من الماء، فصبوا عليه 7 قرب من الماء حتى قال حسبكم حسبكم. ثم عصب النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، كل ذلك في بيت عائشة. يعني لما رجع من البقيع بات عن عائشة، لأنه بعده عن فلان عن لما اشتد المرض كان في بيت ميمونة، طلبهم أن يذهبوا به إلى بيت عائشة وأن يعفوا له فعفوا له. طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، عقد على 15 امرأة، اجتمع له 11. ماتت زينب بنت خزيمة أم المساكين في حياته، وماتت خديجة قبلها في حياته. كلبية دخل بها فاستعادت منه، النساء يعني أخبروها أن تقول أعوذ بالله منك، فلما استعادت قال الحقي بأهلك، هذا بعد العقد. والشنباء بنت عمرو تزوجها وأراد أن يدخل بها، فمات ولده إبراهيم في 10 قالت لو كان نبيا لما مات ولده، فطلقها. وثالثة دخل بها فوجد بها عيبا فردها إلى أهلها. كويس، دير كم؟ دير 3 صحيح. وخديجة رضي الله تعالى عنها، المجموع اللائي مات عنهن 9 نسوة. حججنا معه حجة الوداع 5 قرشيات، والباقي من غير قريش. من 9 5 الباقيات قرشيات: سودة بنت زمعة وهي من بني لؤي ابن عامر، وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة، هؤلاء قرشيات. المهم كان عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض فعصب صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم دخل المسجد وقد عصب رأسه وجلس على المنبر، فأوصى بالأنصار خيرا وقال تقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أوصى بالأنصار خيرا
ثم أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ثم أوصاهم بالصلاة، وقبل الوفاة بخمس لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكانت عليه خميصة يعني يتغطى بها إذا اغتم كشفها، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قبل موته بخمس حذر من عبادة القبور، وقد تبين لماذا حذر، لأن عبادة القبور للأسف الشديد إلى يومنا هذا في بلادنا وفي بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين تجد لها رواجا وتجد لها مدافعين، وتجد مسلمين يتمرغون عند هذه القبور ويقدسونها ويعتقدون فيها ويلتمسون البركة منها، وبعض الصحف تدعم ذلك، أن قبرا في الجهة المعينة انفجر منه ماء، وأن قبرا في الجهة المعينة خرج منه بترول، وأن قبرا في الجهة المعينة خرج منه كذا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يحذر من ذلك. قبل موته بثلاثة أيام أوصى بقوله أحسنوا الظن بربكم، وكان يخرج يصلي ويتكلم. بعد ثلاث ما استطاع أن يخرج لصلاة أبدا، ثقل عليه المرض جدا، اشتد به المرض إلى حد شديد، حتى أنه ما استطاع أن يخرج من حجرة عائشة إلى مسجده، فقال مروا أبا بكر ليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق، فهل لا أمرت غيره؟ قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة، وقد اجتمع نساؤه في بيت عائشة، فقالت عائشة لحفصة قول له إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع يقرأ، فقول له ليصلي بالناس عمر. فقال إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر ليصلي بالناس. وكان أبو بكر قد تأخر، فتقدم عبد الله بن زمعة ليقدم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين. فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، صلى أبو بكر بالناس في هذا اليوم في صلاة الظهر، بدأ أبو بكر يصلي بالناس من الفجر يصلي، لما جاء الظهر تحامل النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وخرج، والمسلمون في صلاة الظهر قد ائتموا بأبي بكر الصديق يصلي بهم، فلما رأوه فرحوا وأشاروا إلى أبي بكر، فتراجع أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وجاء النبي وصلى جالسا بالقرب من أبي بكر يصلي بهم إماما، أبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يأتمون بصلاة أبي بكر، فصلى بهم صلاة الظهر، وكانت آخر صلاة يصليها بالصحابة في حياته صلاة الظهر قبل موته بثلاث، بعد ما قالوا مروا أبو بكر يصلي بالناس. وفي بعض الروايات أن هذا قبل خمس يومين أبو بكر يصلي بالناس، جاء دخل في الظهر وصلى بهم جالسا. وأخذ مالك والشافعي من ذلك أن هذا نسخ أن الإمام إذا صلى جالسا أن يصلي المأمومون خلفه جالسون، هذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ولكن في هذه المرة وهذا آخر صلاة، وقبل موته بثلاث صلى بهم جالسا وهم وقوف ولم ينههم، فدل على أن هذا هو الذي استقر عليه الأمر فقها، أن الإمام يؤتم به، لكن إذا جلس الإمام فلا يجلس المأمومون، إنما يأتمون بصلاته وقوفا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، واشتد به المرض. قبل وفاته بيوم اعتق آخر ما عنده من الغلمان، كان عنده غلامين ثلاثة رقيق اعتقهم، وتصدق بدنانير
شيء عجيب، عنده دنانير تصدق بها صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة: في تلك الليلة لم أجد لمصباحي زيتا فاستعرت زيت المصباح من جارتي. آخر ليلة في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وباكر حيموت، أي حاجة تصدق بها. زيت لما جت الدنيا ظلمة لا تشغل الفانوس ما قدر. وقالت: ولم أجد في رفي، رفي الرف الواحد كلمة رف من صميم اللغة العربية، قالت: لم أجد في رفي ما يقيت ذا كبد، أي زول حي ما في إلا شيء بسيط أو قليل من شعير، لم أجد شيء حتى أكلته ولم يبق في رفي شيئا. هذا في يوم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. في يوم الوفاة في صبيحتها فاجأهم مفاجأة عجيبة، وهم في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بهم، كشف بيده الستار فنظر إليهم وهم يصلون صلاة الفجر، وكان هذا قد أغمى الصحابة جدا، فلما حسوا بأن الستار قد تحرك كادوا أن يفتنوا في صلاتهم من الفرح، وكادوا أن يقطعوها، وهو ينظر إليهم ويتبسم، فأشاروا إلى أبي بكر فأراد أن يتراجع، وكان قد امتنع حتى عن الكلام، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم وأرجع الستار. ده في صبيحة يوم وفاته في صلاة الفجر، وكان ذلك صبيحة الاثنين، فجر الاثنين، أزاح الستار وأرخى الستارة. في الضحى صباحية الاثنين جاءته فاطمة فنظرت إليه وهو يتألم، حتى قيل أنه كان ينظر إليهم فقط وكان يتكلم بالإشارة يشير إليهم فقط، فقالت فاطمة: وكرب أباه. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم دعاها وسارها في أذنها فبكت، ثم سارها ثانية فضحكت، فقالت لها عائشة: بما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي سره، ولكنها أخبرت بذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت: سارني أنه سيموت في مرضه هذا، لكن ما حدد لها اليوم، قال: لا المرض أنا ما بقوم منه، دخلت ثاني. وسارها بأنها أول أهله لحوقا به، وقد توفيت بعده بستة أشهر رضي الله تعالى عنها، ولما توفيت كانت في 26 أو في 28 من عمرها رضي الله عنها لما لحقت به صلى الله عليه وسلم. المهم سارها عند الضحى. بعد قليل جاء العباس بن عبد المطلب وقد ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ما يتكلم، لكنه أحيانا كما في البخاري ما بين الفجر وما بين وفاته توفي النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، بالمناسبة الظهر يوم الاثنين يعني مع الزوال، في هذه الفترة كان كما في البخاري إذا تكلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، وعنده ركوة يأخذ منها ماء ويمسح وجهه. فجاء العباس بن عبد المطلب وقال: لدوه، لدوه أي اعطوه الدواء، فكانوا يعطونه الدواء وهو له كاره، واللد سقاية المريض الدواء غصبا، فكان يمتنع ويزيحه ويزيح رأسه، وكانوا يعطونه الدواء ويلدونه في فمه، ويقولون المريض يكره الدواء أصلا، وهو يقول لهم لا، هو يعلم أن هذا مرض موته صلى الله عليه وسلم، لكن كما في البخاري عرفه العباس بن عبد المطلب. العباس كبير في السن، العباس أكبر من سلم في السن بثلاث سنوات، والحديث البخاري: نادى العباس عليا وقال له: إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وقد رأيت الموت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد المطلب كلهم لما يموتوا عند بيظهر فينا، يعني عندهم علامة معينة تظهر جدا، فعلينا أن ندخل عليه ونسأله ما لنا في هذا الأمر. بعد نحن نحكم ولا ما نحكم، نبقى خلفاء ولا ما نبقى خلفاء، نناقشه.
فإن كان لنا من الأمر عرفنا وإن لم يكن تبعنا الناس. قال علي: أما وإنه لو منعنا لمنعنا الناس إياها إلى يوم القيامة. قال لك أن قال لك لا تاني ما في زول من جناك إلى جناك لحد يوم القيامة يبقى تاني أمير. فاترك هذا الأمر والله لا أحدثه فيه. ألدوه عليه الصلاة والسلام. قبيل الظهر دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وعائشة رضي الله تعالى عنها قد جلست خلف النبي عليه الصلاة والسلام وظهره في صدرها إذا أراد أن يقوم، وكان مرضه وشدته عليه الصلاة والسلام مضاعفة، وإن الأنبياء يشدد عليهم في البلاء وإنهم ليفرحون بالبلاء كفرحكم بالرخاء. شيء عجيب. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده مسواة وهو ينظر إليه ولا يتكلم. قالت: فعلمت أنه يريده، فأشرت قلت: تريد السواك؟ قال فأشار برأسه أن نعم، فأخذته من عبد الرحمن ولينته بريقها ثم وضعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به قليلا، ثم قالت: سمعته يتمتم بكلمات، فإذا بها رضي الله تعالى عنها والحديث في البخاري تستنخ لهذه الكلمات والعبارات، فكان آخر ما قال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. يقولها ثلاثة. قالت: فمالت يده وأنا جارية صغيرة لا أعرف. قالت: فأسلمت رأسه إلى الوسادة وجعلت أضع يدي في رأسي أندبها، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ارتاح جسد مرتاح سنين طويلة، ولقد فاضت إلى باريها روح لكم كانت نقية وزكية، ولقد توقف عن النبض قلب كبير حمل هموم الناس، لقد توقف قلب كان ينبض للناس بالخير حتى أعداءه، لقد عاش حياة متعبة مثقلة بالمعاناة والهموم والمسؤوليات، عاش حياة عجيبة، وقد وضع المسافر ترحاله، ولقد توقف السير بعد 63 سنة عاشها كلها للناس، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانت عائشة رضي الله عنها تقول والحديث في البخاري: لا أكره شدة الموت لأحد بعد الذي رأيته في النبي صلى الله عليه وسلم. مهما قيل لها أن فلان قد تعب عند الموت أو قد تضايق، قالت: لا أكره هذا له أبدا. وبعد ذلك صار موقف الصحابة واضحا جدا كما تعرفون. حمل عمر سيفه وهو يقول: من قال أن محمد قد مات ضربت عنقه، إنما واعد ربه كما واعد موسى ربه، وليرجعن ليقطعن أيدي وأرجل وألسنة منافقين. وذلك من هول الصدمة. الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، ولكنهم ما كانوا يظنون أنه سيموت في هذه الأيام. كان في نفسهم بقية في أوسط أيام التشريق من حجة الوداع، نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وكان هذا نعيا واضحا للنبي عليه الصلاة والسلام. ونزلت في عرفة آيات المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المهم، قال أنس بن مالك يصور هذه الأحزان العميقة في نفوس أصحابه: سيفقدونه، سيفقدون الأب الحاني والمربي الجليل والمعلم الفاضل والقائد الفذ، سيفقدون السياسي المحنك، سيفقدون البطل المقدام، سيفقدون صاحب الأخلاق العلية والمكارم السامية، سيفقدونه. كانوا إذا جاعوا أدخل يده في الطعام فتكثر، وإذا عطشوا فجر الماء من خلال أصابعه فشربوا. كان عليه الصلاة والسلام أبا له. قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة فأضاء منها كل شيء
ويوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلم في المدينة كل شيء. قال ولقد رأيت أصحابه كالغنم الشاردة في الليلة الشاتية المطيرة. غنم شاردة ما عندها سيب، وأصابها مطر في ليلة باردة. كان أبو بكر بالسنح، فلما سمع وجاء لم يتكلم معه، دخل فوجده مسجى موطأ، خرجت الروح وسكن الجسم، فكشفه وقبله وقال تبقى حيا وميتا يا رسول الله، ثم غطاه وجعل يقف ليتكلم وعمر واقف، فسكت عمر، قال لعمر اسكت، فأبى أن يسكت، فترك الناس عمر وجاءوا إلى أبي بكر يريدون كلمة، يريدون أن يعرفوا ما الذي حصل. هول المصيبة أفزعهم، فحمد الله وأثنى عليه في رباط جأش عجيب وفي جلد عظيم، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال أبو هريرة فوقع السيف من يد عمر، يقول عمر لقد عقرت أو عقرت، أي رجلاه لا تحملانه، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول ما تحملني رجلاي، ما تحملني رجلاي. والله وجود رجل رابط الجأش قوي العزيمة بين الناس مهم، طوال مشى إلى سقيفة بني ساعدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن، لأن هذا الموت يمكن أن يقسم الأمة وأن يعصف بوحدتها. وفي سقيفة بني ساعدة تكلم الحباب بن المنذر، وكان سعد بن عبادة مزملا من مرض متغطي عنده حمى أيضا، فقال عمر لما تكلم الأنصار وعن أنهم كتيبة الإسلام وأنهم الذين فعلوا وفعلوا، قال فأردت أن أتكلم فسكتني أبو بكر، وتكلم أبو بكر، قال عمر ما زورت في نفسي كلاما إلا وقاله أبو بكر وزاد عليه، قال أنتم كما قلتم، أنتم الذين حميتم، ثبت لهم فضلهم. قال ولكن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، فهم أوسط العرب نسبا وحرما ودارا، وإن العرب تدين لهم ولا تدين لغيرهم. وقال الأئمة من قريش فصدقه سعد بن عبادة وبايعه الأنصار. غسل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الثلاثاء، تولى تغسيله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي وقثم ابن العباس والفضل ابن العباس وشقران مولاه، وهو فارسي في الأصح الأقوال من الفرس، شقران الفارسي، وكان معهم أنصاري واحد هو أوس ابن خولة، تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، غسلوه وعليه ثيابه، ما جرد النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب، بهدومه كبوا على الموية بفوق وبتحت الهدوم بهدومه يغسلوه عليه الصلاة والسلام، ثم كفنوه في ثلاث أثواب بيض سحولية من كرفس من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها صلى الله عليه وسلم إدراجه. كفنوه صلى الله عليه وسلم في هذه الأثواب الثلاث يوم الثلاثاء، وبدأ المسلمون بالصلاة عليه، حفروا له القبر في الحجرة، لأنه قال الأنبياء يقبرون حيث قبضوا، فحفروا الحفرة ووضعوا السرير على حافة القبر، ودخل الناس أرتالا أرتالا، دخل عليه على أصح أقوال أهل السير أول من صلى عليه بنو هاشم، وقفوا صف لا يؤمهم أحد، ما في إمام، فصلوا عليه، ثم دخل المهاجرون حتى تموا جميعا يصلون عليه، ثم دخل الأنصار، ثم دخل بقية الناس، ثم دخل النساء صلوا عليه، ثم العبيد والأطفال، صلى عليه جميع الناس بغير إمام. يدخل الناس أي زول يجي فصلي براو ويسلم، البنته يسلم يطلع، والبيجي بعد وهكذا صلوا عليه.
قبر صلى الله عليه وسلم في ليلة الأربعاء، أي في مساء الثلاثاء، لأنه توفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء غسل، في مساء يوم الثلاثاء دفن مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء، أهالوا عليه التراب. حتى قالت فاطمة وأبتاه إلى جبريل لنعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جنة الفردوس مأوى، وقالت أهان على نفوسكم أن تهيلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. لكن لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما توفي صلى الله عليه وسلم رثاه شاعره حسان رضي الله عنه بقوله: فبكي رسول الله يا عين عبرة، يعني بعبرة، ولا أعرفن في الدهر دمعك يجمد، يعني قال أنا ما متعود إنه دموعي تكون جامدة، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي، يعني لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحق من يبكى على الناس منها سابغ تغمد، نعم غمدت الناس سابغة، فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يفقد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منه نائلا لا يتنكد. ورثاه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب في لامية يقول فيها: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخو المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء، وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل، يرون المدينة غير مستقرة. سبحان الله إخواننا، الإنسان لما المصيبة تكون قوية عليه، الناس دي شايفين المصيبة أزول ممكن يعني رأسه يلف، وتكاد قالوا أضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، كان يأتينا جبريل وقد توقف جبريل بعد ذلك، نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول نلا دليل، أفاطم إن جزعت فذاك عذر، عندك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلى الله عليه. المهم طوينا صفحة من السيرة النبوية وما طويناها، طويناها دراسة قصيرة غير عميقة، وستظل السيرة النبوية إلى يوم القيامة للناس هدى، وستبقى سيرته صلى الله عليه وسلم ممتدة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. انتهت حياته وما انتهت، انتهت حياته البشرية، انتهت أيامه في الدنيا، فما بقيت له في الدنيا أيام، وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى إلى دار وإلى كرامة، ولكن بقيت آثاره وسننه ودينه وسيرته، وبقي الكتاب الذي أنزل عليه، وبقي أتباعه، وبقي أحبابه إلى يوم الدين، وبقي دينه شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طوينا صفحة من السيرة، وكنت أظن أن السيرة بما فيها من المعاني أنها لن تنتهي، ولو أردت أن أتحدث عن السيرة حتى لا تنتهي لفعلت، ولكنها حياة البشر لا بد لها من نهاية، ولكن السيرة تبقى المعاني وتبقى العظات وتبقى الدروس
وتبقى الحكم والمقاصد والأسرار وتبقى الغايات النبيلة وتبقى الشمائل المحمدية تسعنا وتسع غيرنا، يبقى دينه كل يوم في ازدياد، وتبقى سنته كل يوم في انتصار، وتبقى عقيدته كل يوم في شموخ وعلو. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبارك لنا ولكم في سيرته صلى الله عليه وسلم، ووفقنا لأن نعيشها وأن نترجمها في حياتنا وأن نوفق للعمل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ansar-lsunnah.net.